السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، فيديو بسيط، فيديو زي الحلاوة. الفيديو اللي عندنا ده يا جماعة الخير هو تقدر تقول مقارنة بين موقعين، اللي هي امازون موقع نيو ايكس. موقع نيو ايكس هو موقع متخصص للبناء بشكل عام للبي سي واغراض البي سي والجيمينج بشكل عام، فبنسوي مقارنة بين امازون وبين نيو ايكس، فاخليكم مع المقطع. فنبدأ هنا يا جماعة الخير. عندنا موقع نيو ايج، نيو ايج مقدم لنا جهاز بقيمة 7100 ريال سعودي، او 7128 ريال سعودي مع التوصيل. هذا ترى واصل الى باب بيتك. طبعا الجهاز تقدر تقول مجمع من شركة كوغر، بعد يعني القطع من شركة كوغر، اغلب القطع منها عندك، اللي هو طبعا الشركة اللي هي زي ما قلنا EBS. مواصفات الجهاز اللي عندكم، اللي هو او ما نبدأ بكرة الشاشة، اللي هو GTX 1080 Ti 11 جيجا بايت. هذا اقوى كرت الى الان تقدر تحصله. ال RTX 2080 للان ما نزل، فقط على طلب مسبق. احنا نتكلم عن GTX 1080 Ti 11 جيجا بايت، وعندنا اللي هو الانتل الجيل الثامن i7 8700K، قابل كسر السرعة، وهذا اقوى معالج موجود على فئة i7. وطبعا يجي في الجهاز زي ما تشوفون اللي هو الليكويد كولينج، اللي هو عندكم تبريد مائي موجود في الجهاز. نشوف بعض صور من الجهاز. طبعا هذا الهاردسك يجي عليه هاردسك اللي هو البلو العادي، ويجي عليه SSD نفس الوقت، ويجي معاه كيبورد من شركة كوغر، ويجي معاه ماوس بعد من شركة كوغر، وعليه طبعا الوان RGB زي ما تشوفون، الوان تحكم بها غير الوان بي سي زي كذا. طيب الباور سبلاي عندنا 700 واط، وهذا زي الكرت الشاشة اللي عندنا اللي هو من أسوس GTX 1080 Ti 11 جيجا بايت، وعندنا CPU i7 8700K قابل لكسر السرعة، وعليه مبرد مائي من شركة كول ماستر. كول ماستر بالمبردات من أعلى الشركات. طبعا هذا شكل جهاز هو مشغل، يعني غير رمات عليه 16 جيجا بايت DDR4 2666 ميجا هرتز. السرعة حقتها تعتبر ممتازة جدا، وهذا شكل الجهاز إذا مع تشغيل. طبعا الكيبورد هذا هو طلع انوار الكيبورد، يا سلام على انوار RGB. ما هو ميكانيك، رخيص جدا الكيبورد، لكن يبقى عضو كيبورد مجاني، كيبورد وماوس. طيب هذا شكل الكيس بشكل عام، شكله خرافي جدا. وجهة نظر على الكيس، هذا شكله مفتوح، هذا شكله من اعلى، هذا شكله عند الجنب. طبعا هذا قيمته يا جماعة الخير 7127 أو 28 مع الشحن. طبعا الجهاز هذا تقدر تقول أفضل جهاز تقدر تحصله للجيمر بالسعر هذا، يعني 7127. طبعا في أجهزة يجي عليها كرت 1080 وكذا بسعر أقل، 6000 وزي كذا، لكن أنا أخذت اللي أشوفه أفضل شيء من ناحية أول شيء شركة، ثاني شيء افضل واحد منهم من تبريد، في تبريد مائي، بعض ما يجيك فيها تبريد مائي، ولازم تبريد مائي دمعك جهاز غالي مثل هذا، اشوف شيء اساسي. واخذت لنا في الكرت اللي هو المعالج 8700K، في 8700 لك اخذت الكي لان احنا نبي اقوى شيء موجود. فهذا 7128. فخلونا نشوف امازون. انا حاولت صراحه ادور شيء فيه شحن مباشر عندنا هنا، سواء السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، أي دولة، فبسوي بينهم مقارنة من ناحية سعر ومن ناحية مواصفات. طبعا هذا زي قلت لكم، هذه المواصفات حقت الجهاز، وراح أحطهم لكم بالوصف أكيد اللي بيشوفهم، اللي هو نفيديا GTX 1080 Ti 11 جيجا بايت، والأنت i7 الجيل الثامن 8700K و16 جيجا رام DDR4 2666 ميجا هرتز، وفيه اللي هو قلت لكم هارد ديسك عادي 1 تيرا، وفيه 240 SSD، وعليه ويندوز أصلي، وعلى الفي آر ريدي. طبعا كل كرة 80 جاك في آر ريدي. فما بيطول عليكم من كذا، ونشوف حق أمازون. 2000 years later. طيب يا جماعة الخير، جينا الآن عند الجهاز اللي مجمع من طريق أمازون. قيمة الجهاز 1999 دولار مع 352 قيمة شحن واصل عندك هنا. طيب
نشوف اول شيء الجهاز جاي معه نفس هنا كيبورد وجاي معه برضه ماوس وهذا الكيس. شوف مواصفات الجهاز، مواصفات الجهاز يقول لك في اللي هو الفي ار جيمنج موجود زي موجود هناك، وفي الليكويد كولينج حلو زي الموجود هناك، فيه التبريد مائي، وفي الانتل اي 7 7000 8700 كي اقوى معالج اي 7 موجود قابل لكسر السرعه، وفيه اللي هو الرامات دي دي ار 4 لكن 16 جيجا طبعا، لكن شوف كم سرعتها بالضبط، يا ليت انه كاتب لاني ما تاكدت صراحه. فخليني اشوف من هنا في السيستم الجرافيكس، ما اعتقد انه كاتب، اللي شافه عاد شافه، اللي ما شفته مثلي عاد شكوى لله، ما اعتقد انه موجود ما كتب، لكن هو بما دي ار 4 ما راح يكون اقل من 2400 كمان يوم، ما في فرق جدا بالسرعه. ويجي عليه كارت اللي هو الجي تي اكس 1080 تي اي 11 جيجا بايت، فيه اللي هو 240 اس اس دي 1 تيرا، اللي هو يعني لما بيبقوا في شو خد بالك، 1 تيرا عادي اللي هو البلو درايف يعني العادي الميكانيك. هذا شكل الكيس، هذا شكله من فوق، هذا شكله من فوق برضه اللي هو مداخل الـ USB 3. طبعا هذا شكل الجهاز من جوا زي ما تشوفوا، فيه ألوان السحرية جوا ليلته حمراء الجهاز ده. فهذا الصور موجودة على الجهاز، طبعا فيه شحن مباشر، راح يطلع عليك الجهاز تقريبا 2351 دولار او 52 دولار قيمته. فخلينا نشوف كم قيمته، القيم حقه حقيقيه يعني بالعمله. طيب فتحنا الحاسبه، نحط اللي هو 2000، نحطه بالضبط 2351، نحطها يلا ما فرق الدولار ما احزعل احد، في 3.75 8116. الجهاز الثاني من شركة اللي من نيو ايج كان أرخص بألف ريال تقريبا إذا ما كنت غلطان، زي ما تشوفون أرخص بألف ريال هنا عشان بس نصغر الصورة ونشوف الفرق، 8800 7100، فرق أكثر من ألف ريال، فرق 1700 ريال. طبعا نيو ايج متخصص للبي سي، لتجميع البي سي، وله توصيل على طول للسعودية أو الإمارات زي ما تشوفون هنا على السعودية على طول. زي ما قلت لكم هذه الأشياء جاية مع الجهاز، وعليه طبعا ضمان مدة سنة. وأعتقد أنه غير مفعل عندنا إحنا، صعب التواصل معهم إذا كان نفس نظام أمازون، أتلف الجهاز اللي عندك ونعطيك واحد ثاني. فزي ما شفت يا جماعة الخير، الأجهزة كانت نفس المواصفات ونفس القطع تقريبا، لكن السعر كان فرق 1700 ريال. فدائم زي ما يقولون، ما هو امازون خلاص هو افضل موقع انك تسوي فيه اي شيء، سواء تطلب منه اشياء ولا شيك في مواقع ثانيه، حتى زي نيو ايج هذا موقع بسيط صغير حليوه لكنه فيه اشياء حلوه. فالى هنا جمعة الخير، ما بيطول عليكم كذا، كان معكم باسل من قناه سوكا، لا تنسوا الدعم واشتراك وتنشر الفيديو لاخوياك وتنشر الفيديو لاي واحد بيستفيد ويشتري جميعه. السلام عليكم.